يعني أنا أقول أولا أنه أنا باسم الإدارة باسم نادي غزة الرياضي سعداء جدا أن أكون في رحاب الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة التي أصبحت عنوان فلسطيني يمثل الحضارة ويمثل الرقي ويمثل التقدم، وأصبحت هذه الجامعة خلال فترة وجيزة رقم في الجامعات العربية والعالمية. نحن جئنا هنا لنعبر عن امتناننا وشكرنا للأستاذ جمال الخضر رئيس مجلس الأمناء ولأسرة الجامعة على جهودهم هذه في سبيل تقدم المجتمع الفلسطيني، وعلى جهود الأخ جمال الخضر أيضا لمتابعته نادي غزة الرياضي باعتبار أنه أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي غزة الرياضي والمهتمين بالرياضة، والرياضة طبعا هي تكميل للتعليم والتعليم يكمل الرياضة، طبعا هي عملية متداخلة، وفي النهاية يعني هو المقصود والهدف الأساسي هو شبابنا الفلسطيني سواء في الأندية سواء في الجامعات سواء في المؤسسات التعليمية المدارس. يجب أن يكون هناك تعاون ما بين النادي والجامعة حتى نستطيع أن نخرج بأبنائنا الشباب إلى بر الأمان، أن يكون لديهم مستقبل أفضل بإذن الله. الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم، نحن نبني جسدا والجامعة تبني عقلا، فبإذن الله يخرج فلسطيني كاملا متكاملا بإذن الله تعالى، ويكون قادرا على العطاء. فلسطين تحتاج جهودنا وتحتاج تكاتف جهودنا. الجامعة الإسلامية من الجامعات المرموقة على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم، ويجب أن يكون هناك تعاون ما بين هذا النادي العريق الذي هو أول نادي فلسطيني وما بين الجامعة الأولى فلسطينيا، ويجب أن يكون هناك توطيد لهذا التعاون بإذن الله تعالى. بكل تأكيد يعني الجامعات الفلسطينية هي ترعى أبنائنا شبابنا، والأندية الرياضية تكمل هذا الدور من ناحية رياضية في رعاية هذه الثلة من أبنائنا المخلصين. حقيقة كانت زيارة مهمة لنادي غزة الرياضي بمجلس إدارته، ووصوله للجامعة اليوم كان له أثر كبير جدا في تعزيز التعاون المشترك، وأيضا في ما يمكن أن نقدمه كجامعة للأسرة الرياضية وللحركة الرياضية من خلال برامج مشتركة. ولابد أن نفعل
كل الأندية الرياضية، كل الألعاب الرياضية. نحن نريد أن نصل إلى شعب رياضي، شباب رياضي يمارس الرياضة، يمارس الألعاب الرياضية بقدر ما يتابعها. المتابعة مهمة لكن الممارسة هي الأهم، وهذا ما نريد أن نقوم به كجامعة وأيضا الأندية الرياضية. التعاون مفتوح في كل شيء، نحن أبوابنا مفتوحة لكل الأندية الرياضية، لأندية غزة الرياضي وللأندية الأخرى في كل المجالات التي يمكن أن نقدم فيها شيء للرياضة الفلسطينية. شبابنا شعبنا يحتاج منا أكثر، ونحن هنا نقول نحن كل الإمكانيات المتاحة لدى الجامعة الإسلامية نسخرها من أجل شبابنا سواء كان في التعليم أو في المجال الرياضي.